قال علما بحذر دواخل الهوى فإنها خفية التعلق بالقلوب قد تكون في العابد وهو لا يحس بها وقد تفسد عليه عمله وهو لا يدري. ولهذا كان رسومهم محو الرسوم. وكذا صاحب العلم إن لم يستيقظ لنفسه وإلا فعند الشيطان مداخل بالهواء في العلم وسيعة وكثيرة، يدخل عليه من ذي المسألة ومن ذيك المسألة ومن ذا الأسلوب ومن ذاك الأسلوب، فيسير متعلما لغير الله، معلما لغير الله، وهو يظن نفسه يعلم لله ومتعلم لله سبحانه وتعالى. يا لطيف. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. قال وكذا صاحب العلم إن لم يستيقظ لنفسه وإلا غلب عليه هواه فخبطه وأضل وهو لا يدري. قال وهذا سر عجيب وفنون شتى يختبر بها العباد، فمن صدق مع الرب وأخلص هداه حتى يتنزه ويتنقى منها عندئذ يعرف بعد ذلك أسرار الهوى، يصير هوى تبع لما جابه النبي صلى الله عليه وسلم. فإلى فين يروح؟ هلاس أهوى اللقاء والنقاء والعرش والرفرف وطور سينا ومول القبع والطاقة، ما عاد شي. هذه الأهوية كلها اللي تنزل بالناس لا تحد ولا عاد شي منها. عبد محض ما يهوى إلا العبودية، فيصير يطالع جمال الربوبية وخلاص، القادة القدوة السادة صفوة لي ما لهم شهوة إلا لذكر الله. ذكر الله شهوة يشتهون ذكر الله، لكن شهوتهم الآن علوية خلاص رفيعة. هي شهوتهم اللي كان الشيطان يتسلط بها عليهم هي اللي تقهر الشيطان الآن. كان أول عندهم شهوات الشيطان يقهرهم بها، فصارت شهواتهم قاهرة للشيطان، يشتهي ذكر الله، يشتهي القرب من الله، يشتهي الخلوة بالله. عجيب، هذه الشهوات حقه هي اللي تقهر الإبليس. هو شهوات تحولت شهوات، روح الهوى حقه صار علوي. الله 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 الله. ما شاء الله. يقول أبو جهل هذا بعض المؤمنين الصادقين المخلصين رضي الله عنهم، شوف سراية نظر النبوة بسرعة للصحابة كيف يكون، هم من المستضعفين في مكة، كان في جواره ورد عليه جواره، وجاء لبيد بن زياد قبل ما يسلم وفي نادي من أندية المكة يلقي أبياته ومنها على كل شيء ما خلى الله باطله، هذا الذي بعدين استشهد به النبي وأحبه. ولما قال هكذا قال صدقت، هذا المؤمن المسلم. عجيب من الكلام، قال وكل نعيم لا محالة زائل، قال هذا إلا نعيم الجنة، ما تعرف في نعيم ما يزول هو نعيم الجنة. قال يا معشر قريش من هذا الذي يعترض علي في أنديتكم وما كان يعترض على قولي؟ قام أبو جهل لضمه لضما فقع عينه، هذا المسلم المستضعف المؤمن. صاحبه الكافر الثاني اللي كان في اسمه في جواره قال شوف لو بقيت في جواري ما بيلطم عينك وتبقى بينهم. قال تعالى أنا بشرح لك الآن إيش صارت شهوتي وهواي، اسمع يا هذا. قال إن عين الأخرى في حاجة أن يفعل بها في سبيل الله كما فعل بأختها. داري أنا ما ندمان على جوارك وخروج من جوارك، وإن عمل بعين في سبيل الله بعين هذا ثانية محتاجة لو يقع لها يعمل بها مثل هذا في سبيل الله. طيب الشهوة حقه صارت ما أدري كيف، والهواء حقه فين رجع؟ ولهذا رأيت الآن يتكلمون الناس هوايات هوايات،
شوفوا الصبيان المسلمين في المدينة المنورة من نظر النبوة كيف تحول الهوى حقهم والهوايات، يهوى الخروج في الجهاد. في 14 سنة يخاف النبي يرده. طيب هذا سن له، سن الفرح بالله بالأناقة وبالسورة وباللعب، ماشي أناقة ولعب جهاد هنا، هذا يهواه. يرده النبي يبكي، ايش الهوايات حقهم هذول؟ كيف صار الهوى حقهم؟ فإذا خرج منهم جماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم خارجين لازم، فالتفت في الطريق ينظر الجيش، كانوا من خلف الجيش يسترون ويرفعون أرجلهم فيقف على أصابع رجليه هكذا منشان لا يرى النبي قصره وصغره، يردهم من الطريق ويقفون هكذا. هواية عنده، هواء ايش يشتهي؟ يشتهي خدمة الحق ورسوله، يشتهي بذل الروح لله ورسوله. بذل الروح شهوة؟ شهوة ولا أمر صعب شديد؟ قال هذه صارت شهوتهم، وحتى ينظر إلى الجيش يرد جماعة منهم يرجعون يبكون مساكين، فيأتي أحدهم أبوه إلى عنده ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنده كذا وانه يقدر على كذا، يشفع له حتى ياذن له بالخروج. فيذهب صاحبه الثاني الى عند ابيه ويبكي عند ابيه ويقول ان هذا ابوه شفع له عند النبي حتى اذن له وانا ترجعونه، وانا لو صارعته لصارعته، انا اقدر اسرع هذا الذي اذن له النبي صلى الله عليه وسلم، وانت ما تشفع لي عند النبي. فاخذه يبكي، يا رسول الله انك رددت ابني وابن فلان وجمعه، ولكن عجزت ابن فلان بشفاء ابي، وهذا ابني يقول انه لو صرعه لصرعه، فكيف تردونه وهو اقدر على الجهاد منه؟ فلكذلك قال ادعوه، ادعوه فلان. قالوا صارع، صارع امام، صرع، قالوا اخرجوا كلكم. فرح، شوفوا الهواء فين رجع، الهواء. هذا سن ال 13 14 سنة سن له، سن الميل إلى المظاهر وإلى الصور وإلى ولكن الهوى كيف؟ إيش نور النبوة اللي رب القوم هؤلاء وخلاهم بهذه الصورة؟ يرويك سيدنا عمر كيف خروج الهوى من حين بايع النبي عهده أول ما أسلم. ما تمنيت الإمارة منذ أسلم، ما تمنيت الإمارة، الرئاسة آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين، هذا من أول يوم أسلمت تقول لك هكذا. خلاص خرجت حب الإمارة من قلبه، حب الرئاسة خرج من حين ما أسلم. وإذا قالوا كان يأخذون عهد الطريق على سيدنا السقاف، بمجرد ما يأخذ العهد يخرج حب الدنيا من قلبه، يخرج خلاص ما عاد يحس بقدر للدنيا، بمجرد ما يصافح عبد الرحمن الثقافي يعهده في الطريق يروح حب الدنيا من قلبه كله في المجلس. سبحان الله. قال وهو فنون شتى من شيء يعلق بالإنسان يكسب حالة شبيهة بالجنون، فمن ذلك ما يغري بعضهم بجمع المال، وكلما كبر سنه يقفل على المال أكثر ويحرص عليه أكثر، ويقمط عليه تقميط يعصب عليه تعصيب، ويدي لمدري في من وين، ويدور على الفائدة ولو في بنوك ربوية. وأما إن قالوا له أسهم يخرج المال، ما كان عنده شيء ولا شيء ولا شيء مخبى، يخرجه حتى حلي أهله يخرجهم رغبة في الم. طيب حالك مستور الحمد لله، وقد عمره كم الان وهذا وبعدين ما يدري، الا قال زادت الاسهم نقصت الاسهم طلعت الاسهم، يفكر ويطلع وينزل، شغال فكره
في البيت وخارج شغل نفسه شغله وجوده في غنى عن هذا، أغناه الله عن هذا، وكبير سن ويزداد كبر ويزداد حرص ويزداد شح، ويقول يشيب الأمر وتشب فيه خصلتان الحرص والأمل، يكبر يكبر يكبر، يزيد أمله يزيد حرصه، والسن يكبر بدل ما يشيب معه الأمل ويشيب معه الحرص، إلا الأمل يشب يقع شاب، يشب الأمل ويشب الحرص، وكل من لم يتهذب ولم يتأدب ولم يتصل بنور التزكية النبوية يكون هكذا. قال فترى من هؤلاء المشايخ، يعني كبار السن الشحاح المسنين، قد أغروا بجمع المال، ترى أحدهم كالمجنون فيما يحاوله، يأتي أشياء مستقبحة تذهب دينه ومرواته، ويصير حدوثا بين الناس يتكلمون عليه وهو لا يحس بذلك، لما قد أذكره من نشوة الهوى. حتى وإن آلته دناءة وكلام مدام بيحس الشيء، المهم يجمع ويجيب، ما دام يتعرض لتحصيل شيء، حتى ما حصل لكن يتعرض لتحصيل شيء، حتى ولو انتقص ولو ظهر بمظهر هابط ما يبالي، وهذا نوع من الهوى. وكذلك الذين يغرون بالصور وشانهم الأناقة والمظهر فيتجاوز الحد، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا لما الاعتدال في النظر إلى الأمور، قال إذا رأيت شيء يعجبك قل لبيك إن العيش عيش آخر، لا تجاوز حدك، بعدين بس يظلي على ثوب ما يدري كم يخسر فيه، ويوم يلبسه يقعد له ربع ساعة نص ساعة، يجر الطرف ذا ساعة الطرف ذا ساعة يطلع ذا قليل ساعة ذا قليل ساعة يوصل ذا الجانب إلى ذا الجانب ساعة يمسح ذا الجانب ساعة يقول هذا المحل ما اكتواه كثير ما يحتاج كي ثاني، وينزله ثاني مرة ويرجعه وينزله ثالث مرة ويخرج بعد نص ساعة بعد ساعة الأربع وهو يلبس شميز. شفت البليد ذا بلا نوع من الهواء يدخله، وبعدين وراء هذا ونقش كذا في الجدار سيغيرها كم من شكل، وسيجيب كذا وسيجيب مهندس ثاني وسيجيب طالب ثاني، بس نزلها قليل كذا وسيطلع فوق خلي ويروح ماله وعمره. وبعدين ايه المقصود من هذا؟ وايش النتيجة؟ وايش رفعه؟ خذ لك نصيبك مما جعل الله من ظاهر الحسن وزين والجمال، ومش في الطريق ولا بيك ان العيش عيش الآخرة، بس يقعد هكذا. وحتى شي شجرة ساعة يقطعها من فوق ساعة بجوانبها، ساعة يقول هذا الشغال ما قطع سوا من هنا، هذا ساعة يقول ما ربعها تمام ما جابها ونزله، ويقعد في شغله ومشاكل كثيرة على تقطيع أطراف شجرة. وين الثمرة حق الشجرة كلها؟ ولا هذا شيء وانتهينا، حتى بلا ثمرة ماشي ثمرة ولا شيء، بس كذا صورة. كانوا في الوادي لما يشرحوا لهم العلم بلا عمل كشجرة بلا ثمر، يصعب عليهم يقولوا مثل الشجرة بلا ثمر، ما يقدرون يمثلون للأولاد وناس ما الشجر كله عندهم مقصود منه الثمر وكله مثمر، بل عادوا أنواع من الثمرة للشجرة الواحدة، بل تكون الشجرة الواحدة يعني أغصانها وجذوعها وليفها وكربها وخوصها وما في، كله في فوائد كله ينتفعون به ويبجرون، والمثل إيش هذا شجرة بلا ثمر هذا؟ يصعب عليهم يمثلون لهم شجرة بلا ثمر، لأنهم الناس يعرفون المقصود من الشجرة هو الثمرة،
فما يشتغلون بزرع اشجار ما لها اثمار ولا كذا. قال فتعرض لأحدهم في عشقه حالة تشبه الجنون، يزول معها تمييزه، يفسد معها رايه، وخلاص غطى هواكي وما ألقى على بصري ولا عاد يحس. نعوذ بالله من هذه المضرة. قال ولهذه لها سلطان على النفس يقهر الأنفس الضعيفة الدميثة بخلاف الحصيفة العالية إنه أكبر. إنا إذا مال الدواعي الهوى وأنصت السميع للقائل واسترع القوم بألبابهم نقضي بحكم فاصل عادل، لا نجعل الباطل حقا ولا نلذ دون الحق بالباطل، نخاف أن تسفوها أحلامنا فنخمل الدهر مع الخامل. يقولون هذا ما يعرف، هذا ما عنده شجاعة. يقول أيوة 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 تمام، قولوا لي تشتهوا، خل حالي جميل مع الجميل وروح لك، خلنا على سواء السبيل وروحوا وراء الهواء لما تشبعون، فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. أنا بصلح هذا الخشب والسفينة وببلغ لكم هذه الرسالة وروحوا ضحكوا لما تشبعوا، بتشوفون النتائج بعدين. ويصنع الفلك وكل ما مر أي ما ملهم يسخروا منه. قال شوفوا ذا الداعي حكم ذا اللي بصلح الرسول نجار يجمع له أخشاب ويدق له مسامير، وهو ما عمل ذلك إلا ببصيرة، ما عمل ذلك إلا بوحي. أوحينا إلى نوح أوحينا نصنع الفلك، وعادوا في صناعة الفلك بأعيننا ووحينا. الله الله. فهو قام يصنع ذلك وهم ذلك كل مرة تعال شوف نوح شوف هذا كلما مر عليه ما لم يقوم يسخروا منه أصحاب هوا يسخروا توكم في الهوا. عندي مسلك أعرفه قدنا، استقيم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطو. الله 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 الله. وبعدين مساكين غرقوا كلهم مع بقي له ذا الفلك اللي كان يضحكون على صناعته، ومن ركب فيه نجا والباقين هلكوا. يلا بالتوفيق. الله يخلصنا من الهوى والميل الى الباطل باصنافه وانواعه ودقائقه كلها، ويرزقنا سبيلا الى الرحمن واضحا جليا نرقى به مرقا عليا، ونقتدي فيه بنبي الله صلى الله عليه وسلم عليه وعلى اله قولا وفعلا، نبلغ به مرادا وأملا، ويرفعون الله به مع خيار الملاء ممن لهم دولا وأقبل بوجهه عليهم، فالكل منهم بنور الصدق تحلى وبنور المنة منه تملى، وأن الله يرزقنا شهوده الأعلى بمرآة حبيبه خير الملاء، وأن يقينا الأسوى والأدواء وسوء حسير النجوى. لنولكم الأمة وإلى حضرة النبي محمد.